مشاهدينا، وتنضم معنا وعلى الهواء مباشرة محللة أسواق ومال في إيكوتي من دبي نادية البلاسي. أهلا بك سيدة نادية في هذه الجولة. يعني بداية، الوضع الاقتصادي العالمي اليوم ليس بأفضل حالاته، وجاءت الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة لتزيد الأوضاع سوءا. كيف تتأثر الأسواق العالمية بأحداث اليوم؟ أحسن مساكين. بداية دعينا نتحدث عن الأسواق الأمريكية. الأسواق الأمريكية الآن تشهد يعني ارتفاع، ولكن يعني ليس من وراء التوترات الجيوسياسية، ولكن من يعني ننتظر طبعا الـ CPI وننتظر اجتماع الفيدرالي شهر نوفمبر. فيعني وفي كوركشن بسيط، يعني كانت الأسواق الأمريكية شهدت انخفاض حاد يعني الشهر الماضي، ولكن الآن تتعرض إلى الارتفاعات ونرى ارتفاعات إيجابية على المؤشرات الأمريكية بالذات. ولكن مثلا الأسواق العالمية في السيف هيفنز أو الملاذات الآمنة يعني أيضا فيها ارتفاع من طبعا وراء يعني أزمة أو قضية فلسطين المحتلة وأيضا التوترات الجيوسياسية ويعني فيما بعد. فنرى الآن طبعا ارتفاعات على مثلا الذهب إلى مستويات 1884، وممكن طبعا أن يكسر هذا يعني هذا المستوى المقاومة القوي جدا actually. فممكن أن نرى يعني ارتفاعات ملحوظة، ولكن اليوم في بيانات هامة جدا التي ستكون حاسمة في يعني استمرارية الذهب في الارتفاع أو التراجع، وهذه هي البيانات مؤشر أسعار المستهلكين. طيب، تترقب الأسواق اليوم تقرير التضخم الأمريكي والذي يلقي بعض الضوء على توجيهات الفيدرالي القادمة بشأن الفائدة. ما هي توقعاتك لنتائج التقرير؟ نعم، يعني تتوقع الأسواق طبعا الأسواق تتوقع انخفاض من 3.7 إلى 3.6، ولكن مع الارتفاعات التي نشهدها على النفط ممكن هذا يعني يكون مبالغ في هذا الانخفاض، ولكن ممكن أن نشوفه يعني طبعا ممكن أن ينخفض بالفعل هذا المؤشر، ولكن مع يعني ارتفاعات النفط وأثرها على التضخم التي يعني شاهدناه في الشهر الماضي أيضا عندما نفس المؤشر جاء عند 3.8%، يدل على طبعا من وراء أسعار الغازولين وأسعار النفط التي جاءت التي كانت جدا مرتفعة، يعني كان برنت عند مستويات $94. فهذه يعني أسعار النفط بشكل عام أثرت بشكل سلبي جدا على التضخم، وممكن أن تستمر هذه الحالة. يعني كما أيضا إذا ألقينا نظرة على اليوروزون ممكن برضو أن نشهد أن التضخم لا يزال مرتفع جدا، ولا يزال يعني الأسعار هناك تزداد يعني حتى مع خلفية يعني الأسعار الفائدة المرتفعة تزداد سوءا التضخم. طيب، يعني يرى اقتصاديون أن محاربة التضخم تزيد من مخاطر الركود العالمي، برأي حضرتك أيهما أخطر، الركود أم التضخم؟ طبعا يعني الركود الاقتصادي سيؤثر بشكل سلبي على يعني شركات الأعمال وعلى الموظفين، فسيكون الركود بالفعل يعني على ما أعتقد هو الأسوأ، ولكن في هذه الحالة احنا نشهد ركود وتضخم في نفس الوقت، فهذا الشيء الذي يعني هو شوية غريب يعني عن الإيكونوميك سايكلز التي شاهدناها من قبل. فلذلك الوضع هنا يعني هو المحرك الرئيسي للأسواق الآن التضخم المرتفع والركود الاقتصادي الذي نتوقعه في الأشهر القادمة، ويعني المملكة المتحدة والأوروبية أيضا يشهدون أوريدي ركود اقتصادي، لذلك نشهد أن البيانات الاقتصادية والمؤشرات تأتي بشكل سلبي في الأسواق، حتى يعني النمو الاقتصادي يزداد بشكل سلبي، يعني يكون ينعكس بشكل سلبي على هذه المؤشرات التي نرى ان الليبر ماركت او
يعني بيانات التوظيف ايضا والوظائف الغير زراعيه في امريكا ايضا جاءت بشكل مرتفع في اخر مره، ولكن نلاحظ ان هذه المؤشرات بدات في التراجع، ويعني ممكن ان نشهد هذا الركود الاقتصادي ايضا في امريكا. برايك كيف يؤثر التضخم على المحفظه الاستثماريه للمواطنين؟ يعني طبعا شاهدنا ان مع هذا التضخم الكونسيومر كونفيدنس والكونسيومر purchasing طبعا انخفض في نفس الوقت. نرى ان يعني لسه في طبعا مجال ان يكون في استثمار كبير في الاسواق، وراينا ان مثلا المؤشرات تزداد ارتفاعا والملاذات الامنه تزداد ارتفاعا، ولسه في نوعا ما purchasing power في الاسواق. يعني هذا ايضا شيء غريب نشهده الان في الاسواق العالميه، انه في ضغط كبير من ناحيه التضخم، ولكن في higher wages يعني نرى ان البيانات عند الموظفين ايضا ترتفع، فهذا يعني يصد بهذا. أنتقل معك إلى أسواق الطاقة. في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، كيف تتأثر سوق النفط العالمية بالصراع بين إسرائيل وفلسطين؟ هي طبعا اول شيء على اسعار النفط شهدنا ارتفاع بنسبه 4 دولار او 5 دولار على برنت ودبليو سي اي، شهدنا يعني نطه كبيره في اول يوم في الاسواق اللي هو يوم الاثنين الماضي، ولكن مع يعني موجه الهدوء التي تليها الاسواق الان ويعني تهضم هذا الشيء التوترات الجيوسياسيه الاسواق الان تهضمها، فلاحظنا ان من وراء المخزونات الامريكيه المرتفعه اسعار النفط لا تزال تنخفض الان هذا الاسبوع، طبعا بعد ارتفاع الكبير التي كان عند ال 95 دولار الان نشهد برنت عند ال 84 دولار، يعني فرق 10 دولارات تقريبا، ونتوقع ان تستمر هذه المرحلة الكوركشن أو مرحلة تصحيح بس على أسعار النفط من وراء أوبك بلس أخذت قرار أن يستمر هذا البرودكشن كت إلى آخر السنة ولم يعني تزيد عليه، فهذا أثر بشكل سلبي على أسواق النفط، لذلك نشهد تراجع بسيط هلا في أسواق النفط. طيب إذا ما تكلمنا عن الدولار وأسعار الدولار، كيف ستتأثر أو سيتأثر الدولار بالأحداث الأخيرة والأزمات الاقتصادية؟ كيف ترين مستقبل العملات الأساسية في ظل هذه الأزمات والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة؟ صح، يعني شاهدنا ان الدولار ايضا بدا في التراجع، وذلك من ناحيه اخرى نرى ان الفدرالي سيقوم برفع واحده خلال هذه السنه، ويمكن هذا المحرك الرئيسي للدولار الان. الاسواق ايضا تهضم هذا ان سيكون رفع واحده فقط ب 25 نقطه اساس الى نهايه السنه، والدولار كان يعني في ظل ارتفاعاته المحرك الرئيسي كان هو ال 75 رفعات، يعني رفعات لاسعار الفائده ب 75 نقطه اساس، ولكن الان مع يعني مع ظهور الوقت وكل شيء نرى ان الدولار بدا ان يتراجع من يعني من المستويات من ذروته المستويات ال 1.7 التي شهدناها من اسبوعين، وبدا في التراجع على الرغم من ان بدايه التوترات الجيوسياسيه رفعته كونه ملاذ امن طبعا، ولكن الان تتحرك يعني الاسواق الى ان الدولار بالفعل ينخفض شويه، ونرى ان الاذر ميجر كرنسيز او العملات الرئيسيه الاخرى مثل الباوند يرى ارتفاعات لم يراها في 6 اسابيع، يعني عند 1.23 للدولار، وايضا اليورو عند 1.06، فيعني طبعا تراجع الدولار يعني اعطى المجال الى هذه يعني العملات الاخرى ان يكون في ارتفاع لهذه العملات، واذا استمر طبعا الدولار في الانخفاض سنرى المزيد من الارتفاعات على اليورو والباوند والكنديان والاسترالي.
طيب أختتم معك من الذهب، كيف ترين مستقبل المعدن الثمين في ظل الأحداث الأخيرة الحاصلة في المنطقة؟ يعني مع تراجع الدولار ومع التوترات الجيوسياسية طبعا نرى أن يعني ارتفاع الذهب ممكن أن يستمر، حتى لأنه مثل ما قلت أن الذهب الآن يعني يستقر عند مستوى 1884 وهذا مستوى دعم قوي، إذا كسره فممكن أن نرى مستوى 1900 أجان. جزيل الشكر لانضمامك معنا ولكل هذه المعلومات، محللة أسواق ومال في إيكوتي من دبي نادية البلاسي، ممتنة جدا لانضمامك معنا.